صباح الخير على الجميع في فيديو جديد النهاردة من القاهرة. تمام، احنا دلوقتي يا جماعة على بوابات الجيزة اللي هي تعتبر بوابات طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي. تمام، داخلين اهو على البوابات، بنعدي البوابات، هنروح اتجاه وسط البلد. المفترض ان احنا رايحين طريق العروبة ومساكن شيرتون، بس هناخدها من وسط البلد نظرا ان النهاردة الجمعة فالدنيا رايقة. فلما بتبقى الدنيا رايقة في العموم بنخش من وسط البلد، مفيش داعي يعني تهدر تهدر كيلوات او تهدر وقت وتخش من الطريق الدائري ولا من رود الفرج ولا من كل الطرق دي. اقصر طريق بالنسبة لك هو طريق وسط البلد، ده اقصر حاجة بالنسبة لك. عدينا البوابات، بنلاقي اول حاجة بتقابلنا هي على اليمين كان في عدة انشطة تجارية ورا، كافيه على كذا حاجة، هنا في بنزينة فيها سولار وفيها غاز وفيها بنزينة، هي جاية يعني التلاتة ورا بعض، سولار وغاز وبنزين، وفي ماكدونالدز على ايدينا اليمين، وبعديه صيدلية العزبي، سيركل كي. طبعا بنعتذر ان الشمس جاية في وش التصوير فبتعاكس شوية، بس هو الدنيا احنا لسه الصبح الساعة 7 صباحا فالرؤية واضحة يعني وضوحها كويس. بنستمر على طول من بعد ما عدينا البوابات حوالي 3 كيلو. طبعا تلتزم بالسرعة القانونية لان في لادرات، على ما اعتقد ان بعد البوابة السرعة 90 مش 120. المية وعشرين خلال الطريق الصحراوي فقط، يعني من بوابات اسكندرية لبوابات القاهرة هي دي اللي تعتبر 120، انما بعد اي بوابات في الاتجاهين السرعة تعتبر 90 بالنسبة للملاكي و80 بالنسبة للفنات. زي ما قلنا قبل كده هنمشي حوالي 3 كيلو لحد ما تلاقي محور 26 يوليو قاطع السكة بالعرض. هو على مرمى البصر قدامنا، اليافطة بتقول لك القاهرة 27 كيلو. 27 كيلو دي اللي هي المفروض انها لحد رمسيس او لحد مكتب البريد العمومي، يعني على ما اعتقد ان هو مكتب البريد العمومي في رمسيس، فعشان كده بعض الناس بتستغرب تقول لك طب ما انا وصلت الحته الفلانيه ازاي، بتقول لي زي اسكندريه كده لما تعدي برضه بوابات اسكندريه ويقول لك اسكندريه 40 كيلو وتلاقي نفسك انك مثلا وصلت على الكورنيش في 30 كيلو. لا، هي 40 كيلو لحد مكاتب البريد، الكيلو 26. ادي المحور اهو قاطع السكه بالعرض. الطلعة الأولانية بتاعت المحور دي تودي على مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، اللي رايح بقى 6 أكتوبر الشيخ زايد، اللي عايز طريق الواحات، كل الكلام مدينة الإنتاج الإعلامي. بس طبعا ما كانش يجي من هنا، لو هو جاي من اسكندرية كان يجي من يخش الدخلة بتاعت أكتوبر. الطلعة التانية هي الطلعة بتاعتنا اللي احنا مفترض نطلعها، زي ما حضراتكم شايفين كده مكتوب عليها ميدان لبنان والمهندسين، اليافطة ظاهرة واضحة تمام الوضوح. يعني بمجرد ما محور 26 يوليو يبقى فوق العربية وتعدي من تحته، أول طلعة يمين هي بعده بأمطار قليلة، أول طلعة يمين تطلعها مباشرة زي ما احنا عملنا كده وطلعنا.
محور 26 يوليو المفترض انك عشان توصل مثلا لحد تقاطع الدائري هتمشي حوالي 13 كيلو، وبعد تقاطع الدائري فيها حوالي 2 كيلو لحد ميدان لبنان، 2-3 كيلو يعني، مش اكتر من كده. فاحنا طلعنا اهو محور 26 يوليو. اللي عايز يرجع تاني طريق اسكندرية الصحراوي او قرية الذكية او دندي مولي ينزل النازلة اللي جاية دي اكنك عملت يوتيرن. يعني بدل ما كنت، ما لو انت تحت وعايز جاي من قبل المحور وعايز تعمل يوتيرن وترجع، بدل ما تروح اليوتيرن اللي بعد المحور، لا اطلع المحور وانزل اول نازلة، انت كده عملت يوتيرن. هنستمر بقى دغري على طول مسافة اللي هم من 13 ل 15 كيلو كده لحد ما نوصل المفرق بتاع ميدان لبنان و 15 مايو، تمام. ده هيكون بعد الطريق الدائري. الطريق الدائري هتلاقيه جاي قاطع السكة بالعرض زي ما قلت لحضراتكم من الطلعة بعد حوالي 13 كيلو. طبعا احنا مش هنصور ال 13 كيلو دول لان المعالم فيهم مش كتيرة، بس المعالم اللي هتظهر معانا في خلال ال 13 كيلو دي هنصورها باذن الله. وزي ما حضراتكم شايفين المونوريلا هو بيتم انشاؤه على اليمين، هيبقى حاجة عظيمة وحاجة جيدة للغاية، تحل من الكثافات كتيرة كانت بتحصل في دخول القاهرة. طبعا احنا القاهرة بإذن الله النهاردة هتكون رايقة لأن النهاردة الجمعة، بس في الأوقات العادية انت من بعد 7-7:15 بيبقى في كثافات في دخلة القاهرة، يعني ما بتبقاش زي ايه زي ما انت هتشوفها النهاردة، تمام. فاللي عايز يخش من الطريق اللي احنا هنخش منه ده اللي هو طريق وسط البلد ورايح العروبة ومطار القاهرة ومساكن شيرتون او مصر الجديدة، يبقى عامل حسابه ان هيبقى فيه شوية كثافات مش هتبقى سالكة بالصورة بتاعة يوم الجمعة والسبت مثلا. السبت بيبقى يعني اعلى شوية من كثافات الجمعة، بس الجمعة اقل طبعا عشان الاجازات، تمام. الدائري سرعته 90 كيلو في الساعة، المحور قصدي، المحور والدائري برضو، الدائري سرعته بالنسبة للملاكي 90 والمحور برضو بالنسبة للملاكي 90. هنوضح برضو عند تقاطع الدائري هو بيبقى فيه طلعتين، طلعة قبل وطلعة بعد. لما نوصل لهم هنوضح الطلعة اللي قبل بتاعت ايه بتودي على فين وممكن تروح منها ايه، والطلعة اللي بعد برضو بتاعت ايه وبتودي على فين وممكن تروح منها ايه. نرجو ان الفيديو بتاع النهاردة يكون مفيد بالنسبة لنا جميعا، نعرف منه طريق جديد، معلم جديد، شارع جديد، سكة جديدة ما كناش دخلناها مثلا قبل كده. انا كنت مرة عملت برضو جزء كده في فيديو، كان برضو كنت داخل على وسط البلد وانا على 15 مايو نزلت من الجبلية، من نزلة الجبلية. فممكن المرة دي ننزل من نزلة عبد المنعم رياض اللي هي عند مزبيرو، بحيث يبقى برضو ايه، يبقى برضو غيرنا النازلة عموما يعني. هنكتشف الكلام ده كله لما نخلص المحور 26 يوليو. احنا كده خلاص داخلين على نهاية محور 26 يوليو، يعني يعتبر ال 13 كيلو اللي كنا قلنا عليهم قبل كده خلصوا، هيقابلنا دلوقتي الطريق الدائري هيبقى قاطع السكة بالعرض.
اللي جاي ده طبعا كوبري مشاه اللي قاطع السكة بالعرض ده ومتعلق فيه الكاميرات بتاعة اللادار والحزام والحاجات دي كلها، تمام. وادي بعديه على طول الطريق الدائري. اول طلعة للدائري توديك على ناحية صفة اللبن وجامعة القاهرة والاتجاهات دي، تمام. الطلعة التانية للدائري توديك على اتجاه السلام وبهتيم واسكندرية الزراعي والاتجاهات دي برضو. وبكده يبقى عدينا الدائري بالطلعتين بتوعه. طبعا الطلعة الاولانية انت ممكن تروح منها الدقي، يعني صفة اللبن بقى وجامعة القاهرة والدقي والاماكن المجاورة بقى، يعني شوف انت المكان اللي انت رايحه من ضمن الاماكن المجاورة دي يوديك هناك، كل ده يوديك هناك اللي هي الطلعة الاولانية، تمام. ومستمرين برضو مستمرين زي ما احنا على طول. هو المفترض في الاونة اللي جاية وفي الشهور اللي جاية ان الوسطى اللي احنا ماشيين فيها دي هتبقى اتجاه واحد، هتبقى داخل القاهرة فقط، واللي خارج هينزل احمد عرابي، ومن احمد عرابي ياخد الدائري ينزل تاني على المحور. احنا كده فعلي خلاص اهو في اخر النزلة دي، جديدة انا مش عارفها بصراحة تودي فين، يعني ما عنديش خبر عليها قوي لان لسه ما جربتهاش. النزلات القديمة معانا اللي هي النزلة اللي جاية على اليمين دي نزلة شارع السودان، وبيقابلك بعد نزلة شارع السودان بخمسة متر ولا عشرة متر كده مفترق طرق، شمال ميدان لبنان ويمين 15 مايو. يعني اللي عايز منطقة ميدان لبنان بشارع لبنان بالشوارع المتفرعة من شارع لبنان كان ينزل النزلة الشمال دي، تمام. اللي مش عايز الكلام ده وعايز 15 مايو نادي الزمالك جامعة الدول العربية بالشوارع المتفرعة منه زي البطل احمد عبد العزيز ومحي الدين ابو العز وجزيرة العرب وسوريا وجميع الشوارع المتفرعة والفندق النبيلة ومسجد مصطفى محمود، كل اللي في جامعة الدول ده ينزل معانا من النازلة اللي احنا نزلناها دي، ويستمر يستمر على طول زي ما احنا ماشيين. هو كان المفروض ان احنا نمشي من جوه، بس طبعا هو بيعملوا توسعات هنا، فعشان كده مشينا من الطريق اللي هو اللي على اليمين. هنرجع دلوقتي تاني من جوه، بس طبعا بعد الكلام ده ما يخلص طبعا هترجع زي ما كنت، يعني انت ماشي طوالي ولا يمين ولا شمال، ده ليه ده المهم. يعني ده الشارع اللي على يمنا ده وادي النيل، ممكن برضو لو دخلت يمين منه يدخلك برضو على ايه، على المهندسين وعلى الشوارع السابق ذكرها المتفرعة من شارع لبنان وشارع جامعة الدول. نادي الزمالك على يمنا اهو، تمام. وكانت ترسانة على الشمال، ولو خدت بقى يمين من هنا ما طلعتش الكوبري معانا هتخش شارع جامعة الدول العربية. احنا طبعا ملناش دعوة بالكلام ده، احنا طالعين كوبري 15 مايو. كوبري 15 مايو بقى يوصلك للإذاعة والتلفزيون، يوصلك لوزارة الخارجية، يوصلك للنادي الأهلي، يوصلك للأوبرا، يوصلك لفين تاني. هما طبعا بيتم توسعة كوبري 15 مايو زي ما حضراتكم شايفين، احنا كان المفروض ان احنا نستمر على طول، بس نظرا للتوسعة فبينزلنا اجباري تحت كده وبيرجع يطلعنا تاني. يعني اعتبر نفسك ما نزلتش، ولا نزلت ولا طلعت. اللي عايز يروح مناطق العجوزة والدقي ما يطلعش، ينزل النازلة اللي احنا نزلناها دي وياخد يمين من هنا. اليمين ده هيوديك على مستشفى الشرطة بالعجوزة، منطقة العجوزة، الدقي، نعمة بتاع السندوتشات، طلعة أخرى لطلعة كوبري أكتوبر من اللي هي طلعة العجوزة.
يعني نبقى نوضحها في فيديو، في فيديو اخر. طلعنا احنا تاني 15 مايو، كنا في فيديو اخر نزلنا النزلة اللي جاية دي اللي هي نزلة الجبلية، وطلعنا منها ايه، منها اكتوبر. المرة دي مش هننزلها عشان نوري الناس ومتابعي القناة نزلة اخرى، بديل اخر ممكن تنزل ايه، تنزل منه. بس الاولاني ده كان البديل الصعب. ارجع للفيديو بتاع على ما اظن كده مطار القاهرة من وسط البلد، هتلاقي النزلة بتاعت الجبلية دي متصورة فيه. اللي متابع طبعا جميع فيديوهات القناة يعني بيجمع اللي انا بقوله، انما الاخوة اللي لسه جداد في معانا في القناة، هو ده بس انا بوضح ايه، بوضح بالنسبة لهم يعني ان احنا بنحاول في كل فيديو ما نكررش كتير نفس المكان، على اساس يبقى في فايده، ايه فايده جديده في كل اتجاه بنتجهه. بصوا حضراتكم نركز في الحته دي، اول ما تشوف وزاره الخارجيه اهي قدامنا، اهي مبنى شاهق عظيم باين تمام وواضح تمام الوضوح. اول ما تشوف وزارة الخارجية كده قدامك وجنبيها اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري، تمام، هناخد اول نزلة يمين، والنيل تحت منك اهو، النيل على يمينك وتحت منك، تمام. هناخد النزلة ايه، النزلة اليمين دي، بحيث اول ما هتنزل النزلة دي، طبعا شركة الكهرباء تكمل طوالي ما تنزلش النزلة دي وكالت عارفوا كالت البلع ولا ايه في النزلة اللي تحت دي، هيبقى النيل لما نزلنا احنا النزلة بتاعتنا دي بقت وزارة الخارجية على ايدينا الشمال والنيل على ايدينا اليمين، بعد وزارة الخارجية مباشرة في مبنى الاذاعة والتلفزيون اهو جاي على ايدينا الشمال، تمام. اللي عايز يروح مثلا كوبري ضحي مصر ولا شبرا ولا رود الفرج ولا الاماكن دي كلها، يعمل يوترن ويرجع. عايز تروح فندق فيرمونت، ايه تاني، في فندقين كمان جنب فيرمونت مش متذكر اساميهم، كرات فيرمونت وكرات، والفندق القطري الجديد اللي هو كان فتح ومركز التجارة العالمي، كل ده برضو اعمل يوترن. الطلعة دي طلعة اكتوبر اتجاه الزمالك واتجاه البطل احمد عبد العزيز، فالمناطق اللي ورا السابق ذكرها اللي هي رود الفرج وشبرا والحاجات دي، اعمل يوترن من هنا، او اليوترن كان على شمالك اهو. نركز بقى مع بعض يا جماعة في الكام متر اللي جايين دول، لان دول مهمين. انت مجرد ما عديت اليوترن اللي كنا بنقول عليه، هتلاقي الكباري فوق منك اللي هو اكتوبر، و هنقوم واخدين ايه، واخدين شمال، مش هتكمل بقى ايه، مش هتكمل طوالي. وانت بتاخد شمال خلي بالك عشان الطريق هنا ثلاث تفريعات، اليمين قوي دي طلعه كوبري تنزلك على شارع رمسيس، انت هتخش من اللي في النص، لان الشمال ده الاتجاه المعاكس، بس ده عباره عن يوترن، فالكثافات فيه ما بتجيش كتير، فعلى طول بيبقى فاضي كده، فانت ممكن يتهيأ لك ان ده الاتجاه بتاعك، لا فانت ايه، مجرد ما دخلت الشمال ده معايا هتاخد ايه، هتاخد الطريق اللي في النص. الشهيد عبد المنعم رياض التمثال التذكاري بتاعه واقف فوق اهو باين، اللي هياخد يمين المتحف المصري ومجمع التحرير، احنا هناخد شمال نلف مع تمثال الشهيد رحمة الله عليه. اللي هياخد اقصى اليمين من هنا جماعة هيخش شارع رمسيس، تمام. هتاخد شمال هتطلع كوبري اكتوبر اتجاه البطل احمد عبد العزيز والزمالك، في النص هترجع الكورنيش تاني عند هيلتون الكورنيش كده، تمام. فاحنا هناخد الطلعه الصغيره دي، شايفينها مكتوب عليها مطار القاهره مدينه نصر مصر الجديده غمره، هي طلعه صغيره كده ومدفوسه، دي طلعه كوبري اكتوبر اتجاه صلاح سالم، اتجاه العروبه، اتجاه غمره، اتجاه العباسيه، اتجاه ايه تاني، اتجاه مصر الجديدة مدينة نصر،
هي مدفوسة كده ومش باينة، يعني انت لو مش عارفها بتتلخبط فيها، لان هي واقعة وسط يعني وسط 3 4 مفارق. ارجو انها تكون كانت ظاهرة وواضحة في الفيديو كويس. تمام، طلعنا كوبري اكتوبر زي ما قلت لحضراتكم، احنا دلوقتي اتجاه رمسيس. اول حاجة هتقابلك رمسيس، وزي ما بيقولوا كده ايه، الباب الحديد، كانوا زمان بيقولوا عليه الباب الحديد، معرفش يمكن عشان كان في باب حديد كبير مثلا اللي هو بتاع دخول المحطة، فعشان كده كانوا بيقولوا عليه الباب الحديد، ولا عشان القطارات والقضبان حديد بيقولوا عليها الباب الحديد. اللي يعرف معلومة عن الحاجات دي يفيدنا يا جماعة. أول نازلة هتقابلك نازلة رمسيس، بس للأسف اللي كان عايز محطة رمسيس نفسها ما كانش ينفع يطلع معانا وينزل من النازلة اللي جاية دي، لأن النازلة اللي جاية دي هتبقى محطة رمسيس على إيدك الشمال، بس مالكش دخلة، لازم تروح لحد قبل غمرة بشوية وتعمل يوتيرن وترجع. فاللي كان عايز محطة رمسيس نفسها دي اهي النازلة دي بتاعت شارع رمسيس، اللي كان عايز بقى المحطة نفسها المحطة على شمالنا يا جماعة. اللي كان عايز المحطة نفسها ما كانش يطلع اكتوبر معانا، لا، يا كان يطلع الكوبري واحنا بناخد شمال، يطلع الكوبري اللي نازل على شارع رمسيس، او احنا بنطلع اكتوبر كان ياخد اقصى اليمين يخش من تحت الكوبري على شارع رمسيس. يا دي يا دي، ودينا ماشيين طوالي على كوبري اكتوبر. النازلة اللي بعد نازلة رمسيس على ما اتذكر كده هتبقى نازلة غمرة، اللي رايح غمرة وجامعة عين شمس اللي هي طب عين شمس، واللي رايح دير الملاك برضو ينزل النازلة اللي جاية. في منطقة هنا على الشمال اسمها دي على ما اتذكر كده يعني اسمها دير الملاك، لو معلوماتي غلط اللي متابع معايا وعنده معلومة صح يصلح لي برضو، احنا كلنا ايه بنتعلم من بعض. اللي رايح جامع النور، هو جامع النور، جامع النور اللي في العباسية، ينزل برضو النازلة اللي جاية اللي هي نازلة غمرة. اللي رايح العباسية ينزل برضو نازلة غمرة. اللي رايح وزارة السياحة الأحوال المدنية، شارع الخليفة المأمون، شؤون الضباط، تريامف، كل ده ممكن ينزل ايه، ينزل نازل غمرة ويكمل لحد العباسية، ومن العباسية بقى يشوف هو عايز ايه، عايز اني اتجاه اللي هيكون مناسب بالنسبة له. تمام، واحنا لسه مستمرين على كوبري اكتوبر. كوبري اكتوبر مساحته جيدة وماسك مناطق كتير قوي، واتعمل على ما اعتقد كده في الثمانينات، اللي برضو انا اللي اعرفه ان هو اتعمل في الثمانينات، انما السنة بالظبط لا ما عنديش المعلومة. المخرج اللي جاي هيبقى على الشمال، وده المخرج الوحيد اللي على الشمال، كل مخارج كوبري اكتوبر اللي احنا مرينا عليها يمين. المخرج اللي جاي ده مخرج شارع بورسعيد، الاميرية، سوق السمك، كل المناطق برضو ايه المحيطة والمجاورة. زي ما احنا طوالي برضو ما ملناش دعوة بيه وما نزلناهوش. على ما اعتقد كده ان المخرج اللي بعديه هيبقى يمين، ده اللي يودي على حدائق القبة. اللي رايح مستشفى النيل، اللي رايح حدائق القبة، اللي رايح حلمية الزيتون، على ما اظن برضه حلمية الزيتون تنزل
من المنزل اللي جاي ده اللي هو بتاع حدائق الاوبرا ده، لما بتنزل بتلاقي نفسك ماشي جنب المترو، تمام؟ يعني الشارع تحت مش كبير قوي، بس بتمشي حتى جنب المترو. وبعد كده بقى بتبدا ايه، اللي عايز شارع مصر، اللي عايز شارع مصر والسودان برضو، ايه كل ده جماعه من المنزل اللي جاي ده. هو اليافطه ما اعرفش راحت فين، باين عليهم شالوها ولا وقعت ولا ايه. عدنا برضو مستمرين على طول زي ما احنا دغري. على يمنا هي كلية الطب جامعة عين شمس اللي انا قلت لكم عليها قبل كده، وكان في الكاتدرائية بتاعت الاخوة الاقباط، وادي جامع النور في العباسية. كل اللي يمنا ده يعتبر العباسية، بس طبعا النازلة اللي جاية دي هتبقى نازلة العروبة، فبتبقى العباسية في ظهرك بقى. فانت لو رايح العباسية نفسها بتاخد زي ما قلنا النازلة بتاعت ايه، بتاعت غمرة مش بتاعت حدائق القبة، لان بتاعت حدائق القبة بتجيبك شمال المترو، انما بتاعت غمرة يمين المترو. في فرق ايه؟ فرق كبير. فعشان ايه؟ عشان ما تدوش. انما انت لو ايه، لو انت حافظ الدنيا انزل اي نازلة فيهم وتخريمة في التانية، ممكن ايه، ممكن توصل بسهولة. احنا هننزل النازلة اللي جاية يا جماعة، اللي هي هيبقى دلوقتي هتظهر معانا اليافطة مكتوب عليها طريق العروبة، مصر الجديدة، مطار القاهرة، كوبري الجلاء، شارع المرغني، قصر البارون، وزارة الاستثمار، ايه تاني، وزارة الهجرة، اهي طريق العروبة اهي، وهو كاتب لك طريق العروبة، مصر الجديدة، ومطار القاهرة. التعبئة والإحصاء، الكلية الحربية، فندق توليب الجلاء، هيلتون، هليوبلس اللي هو كان شيرتون زمان، وكان فيرمونت برضو. يعني فيرمونت شيرتون الأول، بعد كده فيرمونت خدته، وبعد كده دلوقتي بقى هيلتون هليوبلس. ده قبل دخلة المطار على طول. وشارع المشير أحمد إسماعيل متفرع برضو قبل الفندق، ومطار المازة برضو. كل ده معانا في نفس اللي ايه، في نفس النازلة دي يا جماعة، وفي نفس الاتجاه ده، تمام؟ يعني ايه؟ يعني خليك معانا في نفس الاتجاه بتاعنا ده، هتوصل لكل الاماكن والمعالم والمنشآت السابق ذكرها. دي مستشفى العباسية للصحة النفسية، تمام؟ ربنا يعفي على كل المرضى اللي فيها، لان المرض ده الوحيد اللي ملوش علاج. وبعديها على طول وزارة الاستثمار، على شمالنا الكلية العسكرية التكنولوجية، وده طريق العروبة او اعتبره امتداد لصلاح سالم، تمام؟ والكوبري اللي جاي ده اللي قاطع السكه بالعرض ده كوبري الفنجري، وفي محطه مترو اهي، في محطه مترو تحت يا جماعه. ولو دخلت يمين من هنا هتلاقي كوبري تاني في وشك، اطلع الكوبري وانزل اول شمال تلاقي المنصه بتاعه الرئيس السادات رحمه الله عليه، والقبر بتاعه في وش المنصه الناحيه التانيه، وطوالي يوديك على مدينه نصر، وهتلاقي استاد القاهرة هيبقى على ايدك الشمال. ده في كل ده لو دخلت يمين من جنب الكوبري اللي فات اللي هو كوبري الفنجاني. والاستاد ليه دخلة برضو، ايه ليه دخلة من هنا من طريق العروبة. ودي عمارات العبور اللي على شمالنا دي، بيطلق عليها عمارات العبور، فيها منشآت تجارية كتير، وفيها فودافون واورانج واتصالات، يعني جميع وفيدكس ومطاعم ومنشآت تجارية كتير. يعني لو عايز حاجة ممكن ايه تركن وتنزل. وادي دخلة استاد القاهرة من الدخلات الرئيسية، كانت على يمنا هي، لسه معدية. وعمارات العبور فيها برضو جميع فروع البنوك اللي ممكن تتخيلها، وبعض البراندات
زي راديو شاك وبعض الأنشطة المشابهة. بنزين التعاون دي فيها الأبوار تمام، وفيها بنزين وغاز فقط، ما فيهاش حاجة تانية. في تاي هاوس على ايدينا الشمال اهو، بنك القهر المصري، سي اي بي، كيو ام بي، الجهاز المركزي للمحاسبات على يمنا. وبيقول لك تعداد السكان 105,571 971، ده في اللحظة اللي احنا فيها دي يا جماعة. احنا كده بقينا 105.5 مليون، ده اللي هم المقيدين، المقيدين وتم احصائهم. على شمالنا بنك القاهرة، بعديه على طول نادي الحرس الجمهوري. الشارع ده لو دخلته يوديك على طريق النصر والعروبة، مش فاكر اسمه يوسف، مش فاكر اسمه يوسف ايه والله. احيانا الواحد من كتر ما بيتكلم فايه يقع مني اسم شارع كلام من ده، فايه دوني العذر يعني. ماشيين في طريق العروبة، الكوبري اللي جاي قاطع السكة بالعرض ده كوبري المرغني، وده شارع المرغني. كان في نفق زمان هنا، من زمان قوي، من أيام قبل كورونا كده بحاجة بسيطة يعني، قبل 2020 كان اسمه نفق العروبة، بس كان على طول في الشتاء بيغرق، فتم ردمه واتعمل الكوبري الجميل ده، بقى حاجة رائعة، وبقى الشارع ده شارع السيد المرغني. وزي ما احنا طوالي طبعا، انا في الوصلة دي ما بقطعش من الفيديو حاجة، على اساس ان فيها معالم وشوارع وكلام من ده، فايه فمش مستاهلة ان هي تتقطع. واحنا اوريدي خلاص قربنا نوصل كوبري المطار ومساكن شيرتون. السور اللي جاي ده سور قصر البارون على ايدينا اليمين اهو. قصر البارون بيفتح من حوالي الساعة 9 لحد 5 باين، 5 مساء حاجة كده أو 6 مساء، وشيق للغاية يعني تمام. وفي فندق سينيستا لو دخلت يمين من جنب قصر البارون من بعديه كده، ده الدخلة اليمين دي كانت توديك على اسمه ايه، على سنترال الماظة، ولو طولت على طول يوديك على طريق طريق السويس. معلش سونيستا كانت قبليها، مش في دي، كانت في الشارع اللي قبليه على ما اتذكر يعني، ما لحقتش اقول لكم عليها في فيديو اخر، نبقوا معديين في شارع الطيران على ما اتذكر. برضو اللي هيقابلنا ده كوبري الجلاء تمام، كوبري الجلاء احنا هنطلعه وننزله. كوبري الجلاء الاول كان حارتين، دلوقتي توسع باربع حارات، وحاجة شيقة للغاية يعني. اللي عايش شارع ابو بكر الصديق، دخلة مصر الجديدة، ميدان المحكمة، تريومف، روكسي، كلام من ده، كان ممكن يخش من جنب من تحت كوبري الجلاء ده وياخد شمال، بس انت طبعا عشان تاخد شمال لازم تاخد يمين وتعمل يوتيرن وترجع تطول طوال بحيث تعدي من تحت كوبري الجلاء. اول ما بتنزل من كوبري الجلاء في فندق توليب الجلاء على ايدك اليمين، ومستشفى الجلاء على ايدك اليمين، وتمثال رمسيس واقف في نص الشارع اهو، منور الدنيا. كان زمان في الباب الحديد او في رمسيس، دلوقتي نقلوه هنا لان الدنيا حر هناك. وماشيين طوالي توليب اهو الجلاء. هيظهر على شمالنا دلوقتي الكلية الحربية، وعلى اليمين متحف القوات الجوية. ربنا يحفظ جيش مصر وأهل مصر جميعا بإذن الله، وكل الشعوب العربية. ماشيين طوال
طوالي اول كوبري هيقابلك دلوقتي ده كوبري المطار، تطلع كوبري المطار وتخليك في اليمين وتنزل منه تمام، انت كده خلاص جاي داخل حرم مطار القاهرة. تروح بقى صلاة 2 صلاة 3 صلاة 1، عندنا فيديو على القناة مفصصين الصلاة بتاعت المطار تفصيلا، استقبال وسفر 1 و2 و3 وموسمية ومطار قديم ومطار جديد. اللي عايز يخش يتفرج عليها برضو، عايز يتفرج على مطار القاهرة من جوه او كان بيتوه ولا حاجة، يخش يبص بص. ومطار الماظة هو على ايدينا اليمين، ده السور بتاعه في وش سور الكلية الحربية. وده شارع المشير احمد اسماعيل رحمة الله عليه. وادي على يميننا اهو يا جماعة، هو ده هيلتون هليوبلس اللي قلنا كان فيرمونت الاول بس ما قعدش كتير يعني فيرمونت، وقبليها كان شيرتون بس قعد حبة حلوين شيرتون، لدرجة ان بعض الناس اللي حضرته زمان يعني بتقول عليه شيرتون لان هيلتون لسه واخده قريب. الشارع اللي جاي ده مسجد الصديق، شارع زكريا سيد زكريا تمام، في النساجون الشرقيون ومساكن الظهر مساكن شيرتون. يعني هي مساكن شيرتون ماسكه مساحه ايه، مساحه كويسه يعني مش وحشه تمام. هو ده الكوبري اللي على الشمال ده يا جماعه، انت لو طلعت وخليتك في اليمين نزلت داخل حرم مطار القاهره خلاص. في نص الكوبري مفيش الا نازله واحده على الشمال، تنزلك فين؟ تنزلك اتجاه عين شمس جوزيف تيتو. اللي عايز يمسك دائري السلام والمنيب من بره المطار الالف مسكن، كل ده من النازله الشمال اللي هي في نص الكوبري. احنا كده دخلنا مساكن شيرتون وبنقول لحضراتكم الحمد لله على السلامه. دي مساكن شيرتون يا جماعه بقى فيها كل حاجه، كل ما تتخيله، كل الكافيهات من نجمه الخمس نجوم، كل المطاعم من نجمه الخمس نجوم، كل حاجه انت عايزها هتلاقيها هنا في شيرتون. نتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، اللي عجبوا الفيديو استأذنوا يعمل لايك ويعمل اشتراك في القناة لو هو ما كانش مشترك في القناة، واللي ما عجبوش الفيديو يقول لي في التعليقات ما عجبوش ليه، واللي عايز يسأل على حاجة برضه يقول لي في التعليقات ايه اللي عايز يسأل عليه، وانا الحمد لله برد على التعليقات كلها، ما فيش تعليق ما بردش عليه اذا كان بالإجابة او بالسلب تمام. احنا كده كده بنعدل من بعض وبنتعلم من بعض. وشكرا جزيلا لحضراتكم.